أخرى بجماعات سبت الدويب المعروفة بسبت أولاد بوعزيز. في هذه البلاصة هنا وراء الكورنهاند، يعني نفس الملاحظات ديال المرة الفايتة، لكن هذه المرة شوية جات القضية خطيرة. هنا هذه بهيمة مريضة، هنا فين غادي تبدا الخطورة، يعني بهيمة مريضة ها هي كيف غادي كيبان هنا في الصورة. هما كانوا كيحرقوا فيها، يعني حرقوها عند بالهم حرقوها. الراس المسائي، واش هادي حالة بهيمة محروقة؟ هانتوما كتشوفوا الكلب هو غير كياكل منها، وغادي ينقلها تاني لكلب خور وضيعة أخرى، وغادي القضية هي هادي. هانتوما كيف كتشوفوا ها الكبدة تاهي، هاهي في الأرض كياكل فيها الكلب. وهنا كنتسائلوا على هذا الدور ديال المصالح الوطرية بسبت دويب ولا سبت ولاد بوعزيز. كتشوف الكلب كياكل فيها، هي راه محروقة ولكن ما مكملينها ما والو. يعني خطير هادشي، سبت دويب جديدة.